هلا اول اشي في عندي روس الزهره بدي اخليهم صحاح لاني جبتهم صغار هيك وحلوين. بس نظفتهم من الورق اللي تحت وخليت القمعه اللي تحت طبعا. وسلقتهم مع مي وشويه كمون، ما بنحط بهارات عشان يضلوا ابيض عنا. اوكي. وحطيت معاه ملح ونتفه كمون ومي، سلقناه لحد ما صارت شوي طريه هيك، هيها بلشت تطرى بس لانه لسه بتغلي مع شايف كيف هيك بنحسها نلاقيها خلص استوت شوي طريه. تمام. بنصفيها وبنحطهم على جنب. اوكي. هلا بدنا نعمل اللبن. اللبن بس رح نحط لبن. هلا بس حركنا اللبن شوي يعني خلطناه، رح اضيف على البارد النشا ورح نضيف عليه الملح، ملح الكسيح يعني تقريبا معلقتين صغار من الملح، ومنحركهم على البارد منيح منيح. خليها على التسعة. أوكي. هي هاللحمة هون بالطنجرة الثانية عم تنسلق. لحمة عندي راس عصفور بس سلقناها مع بهارات فاتحة، ما حطينا بهارات غامقة عشان أكلتنا بيضة ما بدنا. إيش يعني؟ يعني فلفل أبيض. حطينا شوي نص معلقة من القرفة، حطينا شوية هيل، ورق غار وبصل. تمام. بس بدنا نشوف اللحمة عنا اللي سلقناها، رح نصفيها. نشوف هذا مستوية؟ لا هي مستوية إن شاء الله. إذا بدك تذوقها بذوق. لا. إذا حابة لا لا ما في تذوق لو هي جاهزة. بتعرفيها ست البيت مستوية مش مستوية، خلصت خلصت الطجر. فهلا الزهرة عندي اللي زي ما حكيت لك مسلوقة وجاهزة، رح نضيف عليها اللحمة. إحنا بدنا نغليهم بس غلوة واحدة الزهرة مع اللبن. رح أضيف عليها هلا اللبن السنناه. الزهرة زي ما هي، زي ما هي بدي أخليها. أيوة. يعني تغيير. أوكي أوكي. هينا قاعدين يا عيني. هلا رح نحط كثري كثري والله. أكثر. تأكد. طبعا. هاي كلهم. أيوة عافية. الله يا سلام. نحط شوية زيت شوية صغيرة. أيوة تمام يا عيني. شو كمان؟ التوم يا عيني. الله 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 الله. طيب أوكي. أوكي هلا بدي انزل شويه من البابريكا يا عيني، وبدي احط شويه شطه. اوكي. وبعدين يا سمير نتفه نعنع يا عيني، شويه كزبره. اوكي وانا راح اديرها صح. و طشتنا جاهزه. اجراءاتك لعاد خلص حطيها. اطشها انا؟ اطشيها طشيها طشيها. الله يا عيني. الله الله الله. هيك صارت أكلتنا جاهزة. زهرة باللبن. رح نحتاج لراس زهرة صغير، رح نحتاج لنص كيلو لحمة راس عصفور، بهارات لسلق اللحمة، رح نحتاج لملعقة صغيرة فلفل أبيض، نص ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، نص ملعقة صغيرة هال مطحون، ورح نحتاج لملعقة صغيرة من الملح، تنين ورقة غار، بصلة مقطعة أرباع، وطبعا ماء. هلا اللبن رح نحتاج لكيلو لبن، رح نحتاج لتنين ملعقة صغيرة ملح، واثنين ملعقة طعام من النشا، ثلاث حبات ثوم مهروس، زيت قلي أو سمنة بلدي، وحكينا سلق الزهرة رح نحتاج لكمون وملح مع المي.